عبد المنعم مصطفى حسين الشهير بشطة، واحد من أبرز نجوم الجيل الذهبي للنادي الأهلي رفقة مجموعة من اللاعبين الذين لا يمكن نسيانهم في تاريخ القلعة الحمراء، وعلى رأسهم الأسطورة محمود الخطيب الرئيس الحالي للنادي. ولعل ما لا يعرفه الكثيرون عن نجم الأهلي السابق والسكرتير الفني للاتحاد الإفريقي لكرة القدم شطة أنه سوداني الجنسية، لكنه منذ أن دخل القلعة الحمراء أصبح مصري الهوى، كما أصبح واحدا من اللاعبين المحبوبين لدى جماهير المارد الأحمر بفضل أدائه الرجولي ومردوده الرائع داخل الملعب. ولد شطة في العاصمة السودانية الخرطوم عام 1952، بدأ حياته الاحترافية كلاعب كرة قدم في صفوف نادي التحرير السوداني وعمره 18 سنة، وظل به خلال الفترة من عام 1970 وحتى عام 1972، وفي ذلك الوقت بدأ أيضا دراسة الهندسة في جامعة الخرطوم. في عام 1973 انتقل شطة إلى مصر لمواصلة دراسته بكلية الهندسة جامعة القاهرة، وعرضه لاعب الهلال السابق ذو الأصل الأرمني سوريين إسكندريان على المجري هيدي كوتي المدير الفني للأهلي في ذلك الوقت، فأعجب بإمكانياته الفنية لكنه اعترض على قصر قامته وضعف بنيانه، وهنا كان دور الجنرال محمود الجهري الكبير في حياة شطة، حيث كان مدربا عاما للأهلي واستطاع إقناع هيدي كوتي بقدرته على تطوير بنيانه وأدائه مع الفريق. وداخل أسوار القلعة الحمراء وخلال 10 سنوات من عام 1973 وحتى عام 1983 عانق شط المجد، فحقق لقب ببطولة الدوري الممتاز 5 مرات وكأس مصر 3 مرات، كما كان ضمن الكتيبة التاريخية التي حققت أول لقب دوري أبطال إفريقيا للأهلي في عام 1982. كما اختير أفضل لاعب وسط دفاعي في مصر أكثر من مرة بعدما وظفه هيدي كوتي في هذا المركز الجديد على الكرة المصرية في تلك الفترة. اللحظة الحاسمة اللي هو قرار اعتزال شطة ويودع فيها الملاعب. وفي نهاية موسم 82-83 أعلن شطة الاعتزال ليبدأ مشوار التدريب في قطاع الناشئين بالنادي الأهلي، ووصل شطة لمنصب المدرب العام مع الإنجليزي آلان هاريس في موسم 93-94، وفي هذا المركز خلال موسمين حقق مع الأهلي لقب الدوري الممتاز 2 مرات ولقبا لبطولة إفريقيا للأندية أبطال الكؤوس.